اخوانا مرحبا بكم معنا في هذا العرض هذا الجميل والمتميز. ابارطمون غادي نشاركو معكم اليوم هذه موجهه للكراء اليومي موبلي جديد عمرها تسكنات مساحه فيها 110 متر ثلاثه ديال الغرف صالون وجوج ديال الحمامات والطبخ. هذه موجهه للكراء اليومي ولكن للعائلات كنقولها ونكررها. هذا العقار هذا موجه للعائلات مساحه 110 متر. هذا راه شومبر ما بين شيء كيف ما كتلاحظوا معنا. الدار متولة دار جديده اول مره غتكرا جديده عمرها ما تكرات. اللي بغاها يتواصل معنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه وحنا ان شاء الله نزودكم بجميع التفاصيل وجميع المعلومات اللي يمكن لكم انكم تسالوا عليها. داكشي رائع بكل صراحه داكشي متول داكشي زوين. بالنسبه للكراء اليومي راه الثمن ديالو 1200 درهم. بالنسبه للكراء الشهري اللي بغاها الكراء مده شهر شهرين ثلاث شهور راه بطبيعه الحال الشهر كيختلف على شهرين وعلى ثلاث شهور وعلى المده طويله. بالنسبه للكراء اليومي راه 1200 درهم اليوم. بالنسبه للموقع راه مدينه التماره قريب بزاف هذا الموقع هذا الهرهوره واخا جا قريب لطريق الفلاح موقع استراتيجي الدار هائله غير الاتات راه شي حاجه اللي رائعه. هانتوما لي شومبر كلهم بالنوامس ديالهم وبطبيعه الحال اللي بغى يدير زياره يجي يشوف هاد البرطمه هادي يتصل بنا نحن راه الاشاره. كيف ما قلت العقار موجه للكراء اليومي موجه كذلك للعائلات. هادي غرفه النوم الثالثه كيف ما كتشوفوا معايا الروعه والجمال. عمرها تسكنات بقى جديده خديناها فرشناها وعرضنا عليكم خوتنا احبابنا للجاليه المغربيه حتى الاجانب حتى المغاربه اللي بغاها مرحبا به شريطتها العائلات. هذه غرفه النوم الرئيسيه. بالنسبه للكراء اليومي 1200 درهم. بالنسبه للكراء الشهري تواصلوا معنا على حسب العدد ديال على حسب المده بطبيعه الحال كل ما كانت المده اطول كيكون الثمن اقل. كنحاولوا اننا نوعوا لكم العروض باش نرضيو الاخوه والاخوات وهذا هو الدور ديال الوسيط العقاري انه يجيب لكم عقارات مختلفه واماكن مختلفه باش نرضيو جميع الاخوه والاخوات. لاحظتوا معايا هذا الصالون هنا السيجور غير الطبله هذه راه 2.5 هذه بوحده فيها 8 الكراسي 2.5. عندنا الباب هنا عندنا الشومبر هنا داكشي رائع داكشي متول بطبيعه الحال عندنا لاسانسور وعندنا الكراج ديال الكراج ديال السياره. الموقع راه قريب جمع بين الوفاق والهرهوره قريب بزاف لطريق الفلاح. العقار ديال اليوم هو هذا الثمن راه حنا شاركنا معكم واللي بغى اي معلومه اضافيه اتصل بنا. لا كوزين هي هذه داكشي متول يعني بيان ايكيبي داكشي رائع بكل صراحه. الله يحفظكم ويجزيكم سيدنا المشاهدين. السلام عليكم ورحمه الله.